مرحبا شباب، كيفكن؟ إن شاء الله بخير. اليوم رح نبلش ندرس أكثر عن وسائل الإعلام BBC News Arabic، ورح نحكي عن العناوين الموجودة الحالية ورح نترجمها، ونحكي عن الكلمات المهمة يلي لازم تتعلمها وتستعملها كمان. طبعا اذا انت بدك تحكي العربي بشكل منيح لازم يكون عندك a combination of spoken Arabic و media Arabic مع بعض، وهذا الشيء كتير مهم اذا انتو بدكن تحكوا العربي بشكل كتير ممتاز. يعني طبعا نحنا اذا بدنا نحكي عن اي موضوع جدي like any serious topic بالسياسة او بالتجارة او الاقتصاد لازم نتعلم المفردات الموجودة بهذا المجال، وبعدين نمزج هاي الكلمات مع العامية، وهيك نحنا بصير عنا شيء اسمه sophisticated spoken Arabic، وهذا هو الهدف النهائي. This is the final goal for you is to be able to speak fluently in spoken at the same time able to hold a conversation about politics or like you know serious topics, and that can be only done by using vocabs من the modern sounding Arabic and inject these words with your spoken Arabic. وأنا رح فرجيكم كيف. So I'm gonna show you how and try to slowly imitate how I do it. تمام؟ فخلينا نبلش. أول عنوان هون خلينا نشوف ما هي التغييرات الإيجابية التي طرأت على كوكب الأرض بسبب الوباء. So the actual translation for this, what are the positive changes that have occurred on the planet due to the epidemic? طبعا خلينا هلا نحكي عن الكلمات المهمة. So ما هي like what التغييرات الإيجابية positive changes. I believe this is a key word to learn. التغييرات الإيجابية التي which طرأت يعني occurred على كوكب الأرض. كوكب الأرض planet بسبب الوباء، بسبب due to الوباء the epidemic. مرة تانية الكلمات المهمة هون هي التغييرات الإيجابية the positive changes، وبفكر كمان كوكب الأرض planet is a good word. الوباء you already know this which is the epidemic الوباء. تمام، مثل ما شايفين المواضيع هون نفسها وكتير اشياء عن الفيروس الزفت الكورونا، فهذا شيء طبيعي مشان نحن هلا عايشين بهاي المرحلة والاخبار بدهم يحكوا عن اشياء مثل هيك. طيب the next one فيروس الكورونا او فيروس كورونا، كيف يواجه الصينيون الوباء بالسخرية. Coronavirus, how the Chinese are coping with the epidemic ironically. كتير ممتع هذا العنوان. So the literal translation here, كيف how يواجه like facing or coping with الصينيون the Chinese الوباء epidemic بسخرية ironically. So the key word here I would say بسخرية ironically بسخرية. Make sure you write it down in your new notebook. You should have a new notebook for this so you can slowly build up your vocabs in this area بهاي المنطقة. تمام، هلا خلينا نروح على العنوان الثالث فيروس كورونا جنود مجهولون على خط المواجهة. Coronavirus and identified soldiers on the front line. غريب. So جنود soldiers مجهولون unidentified على خط المواجهة front line. I believe the keyword here is خط المواجهة the front line خط المواجهة.
تمام. Now the next title is فيروس كورونا، كيف يتخذ الأطباء قرار الإبقاء على حياة مريض وترك آخر؟ يا لطيف، هذا العنوان كتير ممتع بصراحة. So the translation, the most accurate for that is coronavirus. How do doctors make a decision to save a patient's life and leave another? يا لطيف، عن جد كيف ممكن الأطباء يعملوا هذا الشيء؟ So the literal translation here is كيف، how، يتخذ، make a decision. And actually يتخذ it has to come with قرار. So يتخذ قرار الأطباء doctors الإبقاء على حياة. الإبقاء it means like remaining, but here is like to save a patient's life. على حياة مريض patient's life، وترك آخر and leave another. يا لطيف، بفكر يعني هذا الموضوع كتير صعب وكتير حساس. يعني إذا أنا كنت طبيب كيف فيني قرر؟ عن جد هاي مسؤولية كتير كبيرة وكتير صعبة لنقرر عن جد. The keywords here for you to learn is يتخذ قرار، to make a decision. يتخذ قرار، to make a decision. طيب خلينا ننتقل على العنوان يلي بعده، فيروس كورونا مرة تانية، كيف نبني مدينة قادرة على الصمود في مواجهة الأوبئة؟ Now the actual translation for that is coronavirus. How do we build a city that can withstand epidemics? شي حلو والله. So the literal translation is كيف نبني build مدينة city قادرة على like able to or can الصمود withstand في مواجهة like facing in facing الأوبئة epidemics. The key word here for you is I would say الصمود في مواجهة، الصمود في withstand، الصمود في، تمام؟ طيب خلينا ننتقل على العنوان الثاني. طيب فيروس كورونا، لماذا سيكون من الصعب أن تعود الحياة إلى طبيعتها؟ That's interesting. The actual translation for that, coronavirus. Why will it be difficult for life to return to normal? The literal translation for this is لماذا، why، سيكون، like will be، من الصعب، difficult، أن تعود، return، الحياة، life، إلى طبيعتها، to normal. The key word here, I believe, is تعود إلى، تعود إلى، to return to، تعود إلى، تمام؟ عن جد أنا فكر رح يكون كتير صعب، يعني بعد ما نحنا بعد ما الشو اللوك داون بيخلص، كيف ممكن الحياة ترجع؟ يعني هذا السؤال كتير صعب. يعني ممكن نحنا بالمستقبل نرجع مثل ما كنا بالماضي، أو رح يكون في دائما خوف ورعب بين الناس عن هذا المرض؟ يعني هذا سؤال كتير مهم، مشان بصراحة مبين انه يعني هذا الفيروس عم يسبب كتير مشاكل نفسية، psychological issues actually already. المشكلة هلأ مش مشكلة فيروس، المشكلة هلأ مشكلة الأعراض الجانبية، the side effects يلي نحن هلأ عم نعيشها خلال أيامنا، وكيف ممكن تأثر influence حياتنا بالمستقبل. هذا السؤال رح يكون صعب جدا على الجواب عليه هلأ. طيب ماشي، خلينا ننتقل على العنوان يلي بعده، فيروس كورونا، لماذا
ترتفع معدلات الإصابة بين بعض الجماعات العراقية. Coronavirus YR infection rates soaring among some ethnic groups. Sorry, الجماعات العرقية. Yeah, ethnic groups. So that's an interesting title. The actual translation for this, لماذا why ترتفع, يعني raises here, but soaring, it seems here in the actual translation, the most appropriate. معدلات الإصابة, the rates, the infection rates, بين بعض الجماعات العرقية, between some or amongst الجماعات العرقية, ethnic groups. The key words I believe here is معدلات الإصابة, infection rates, معدلات الإصابة, infection rates. And the second one, الجماعات العرقية, الجماعات العرقية, ethnic groups, ethnic groups, الجماعات العرقية. كتير ممتعة هاي المقالة, أنا أفكر رح أقراها بعد ما أخلص الفيديو. ماشي, العنوان يلي بعده, فيروس كورونا كيف يمكن احتواء الأوبئة العالمية. كورونا فيروس, how can global epidemics be contained. سؤال كتير مهم, كيف يمكن, how يمكن, like can, possible, احتواء, contains, الأوبئة العالمية, epidemics, global epidemics. So the key word here is actually احتواء. احتوى يعني to contain. احتواء, containing. تمام؟ ماشي. خلينا ننتقل على العنوان يلي بعده. فيروس كورونا كيف, أو عفوا, ما هي احتمالات الإصابة بالعدوى مرتين. يا لطيف. So coronavirus, what are the chances of infection twice. يا حبيبي, هذا يلي ناقصنا. ما هي احتمالات, so what are the possibilities, chances, الإصابة, to be infected, بالعدوى مرتين, to be infected twice, so مرتين twice. The key word here for you, I would say, احتمالات, chances, possibilities, احتمالات, احتمالات. اوكي, خلينا نشوف هذا العنوان شوي ممتع. ما صحة تصريحات ترامب حول اختبارات فيروس كورونا في بلاده. That's an interesting one. So the actual translation, how true is Trump's statements about coronavirus tests in his country? سؤال كتير ممتاز. So the actual translation, ما صحة, يعني the truth, تصريحات, statements, Trump حول, about, اختبارات, tests, الفيروس كورونا في بلاده, in his countries. The key words here is تصريحات. تصريحات يعني statements, واختبارات, tests, اختبارات. كلمة كتير مهمة ولازم تكتبوها على النوتبوك الجديد يلي انتو هلأ رح تعملوه, لا تنسوا. طيب the next statement, خلينا نشوف. تمام, طيب جو بايدن, اسم انجليزي, ينفي مزاعم الاعتداء الجنسي. يا لطيف, يا حرام على معاونه له منذ 30 سنة. يا لطيف. So Joe Biden denies allegations of sexual assault on helping him 30 years age. يا لطيف,
عفوا في هون مشكلة. So معاونة is assistance. So sorry, the actual translation is Joe Biden denies allegations of sexual assault on his assistants for 30 years. يا لطيف 30 سنة يعني عن جد هذا العنوان كتير خطير. So the actual translation is Joe Biden ينفي denies مزاعم claims الاعتداء الجنسي sexual assault على معاونه. معاون is his assistant secretary could be anything. له منذ 30 سنة since 30 years. يا لطيف. Okay, the keywords here are مزاعم. مزاعم يعني claims. That's the key word. And the second one could be, or I would say, الاعتداء الجنسي. Sexual assault. الاعتداء الجنسي. طيب. Now the next one. Trudeau يعلن حظر 1500 نوع من الأسلحة الهجومية. So Trudeau announces the banning of 1,500 types of assault weapons. ممتع. So Trudeau يعلن announce حظر يعني banning 1,500 نوع type من الأسلحة الهجومية assault weapons or attack weapons could be as well. So the key word here is يعلن announce and حظر banning. حظر is banning. Okay. تمام. خلينا نشوف هذا العنوان كتير ممتع. فيروس كورونا. ترامب يشدد على أن أصل الفيروس من مختبر صيني مناقضا أجهزة مخابرات. Coronavirus. Trump stresses that the virus is from Chinese laboratory, contradicting intelligence services. So virus corona, Trump يشدد stresses على أن أصل the origin الفيروس من مختبر صيني Chinese laboratory مناقضا. He's contradicting أجهزة المخابرات the intelligence services. So the key words here are يشدد to stress on أصل the origin Chinese laboratory مختبر صيني أجهزة مخابرات which is intelligence services أجهزة مخابرات. تمام. هلأ خلينا نروح على العنوان الأخير لليوم. ميغان ماركل دوقة ساسكس تخسر جولة قضائية ضد صحيفة ميل اون ساندي like the mail of Sunday بشأن الخصوصية. So ميغان ماركل دوكس اوف ساسكس lost court case against Mail on Sunday on privacy. So ميغان ماركل دوقة ساسكس تخسر loses جولة قضائية. جولة قضائية يعني the court around court ضد against صحيفة صحيفة يعني the mail Sunday mail on Sunday بشأن الخصوصية regards privacy. الخصوصية. So the key word here I would say الخصوصية privacy. الخصوصية. تمام. طيب شباب هلا انتو شفتوا انا كيف سويت وكيف حكيت وشو ترجمت. حاولوا تتعلموا هدول الكلمات. وكمان كوظيفة لألكن روحوا على البي بي سي Arabic News وحاولوا كمان تكتبوا الكلمات أو تحاولوا ترجموا كمان الكلمات. يعني أنا بنصحكم إنه لازم كل يوم تقضوا يعني 10 دقائق لتقرأوا الأخبار. So I advise you to spend
every day 10 minutes reading newspapers, just headlines. If you are just like, you know, starting learning the newspaper, for now just learn the headlines. The good things about the BBC Arabic news is that the words are going to be repeated all the time. Why? Because we are talking about the same topics دائماً. So they keep repeating, as you saw, like, you know, the last few articles I have read recently, they were like, you know, regarded the coronavirus, and basically they will use the same vocabulary. So that's the good things about BBC Arabic. It's the best, it's an amazing way to learn Arabic, because you will see so much repetition and people keep talking about the same topic, which is very good for learning Arabic. هذا كتير منيح تعلم اللغة العربية. طبعا إذا بدكم تعلموا أكثر وبدكم البي دي اف للعناوين واكثر ترجمه, I would advise you to sign up for Nasra Arabic Method. We have so much inside this membership that can offer you you know, more sustained way of learning, and you will have all you need, but it's up to you. هذا قرارك انت. شكرا كثير للمشاهده, وبتمنى اشوفكم المره الجايه مع حلقه جديده مع Learn Arabic with BBC. خالد نصرة كان معكم. شكراً.